بتأسس للسلام بسوريا، نحن لمستقبل سوريا وحتى نقدر نحافظ على مستقبل سوريا ونبني الوطن ونبني العقد الاجتماعي، أكيد ما رح نختار الخيار الأول اللي هو تكون عندنا عدالة انتقامية ويصير في محاسبة لكل إذا الأشخاص سمحت اللي لي ساهموا واللي أستاذ ارتكبوا معتصم، واللي يعني عذرا عن تعاطوا المقاطعة مرة بارتكاب أخرى، لكن جرائم هذه حرب الصورة وجرائم مثل ضد الآن الإنسانية. لوصول في أحمد حسين الشارع إلى الجامع الأموي، كما نبث الآن إذا هذه الفيديوهات أو هذا الفيديو لوصول أحمد حسين الشارع إلى المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق. بدي أعود مرة أخرى لأستاذ معتصم، وبدي أعتذر مرة أخرى حقيقة عن المقاطعة، لكن بطبيعة الحال الفيديوهات والأخبار العاجلة تفرض نفسها. تفضل أستاذ معتصم. ولا يهمك. نعم، مثل ما تحدثت لحضرتك، في عنا اليوم نموذج اللي هو العدالة الانتقامية أو الثأر اللي أنت بتجيب كل الأشخاص اللي ارتكبوا انتهاكات تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبتحاسبهم بغض النظر أنه هذا الشخص هو المسؤول ولا المتواطئ ولا كذا، ولا نحن بنبحث على النموذج الحقيقي اللي هو بيبني سوريا المستقبل، اللي هو بعيد عن الانتقام، اللي هو مرتبط بالعدالة التي تؤسس إلى السلام في سوريا. اليوم في عنا ما يسمى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية على من اتخذ القرارات بارتكاب تلك الجرائم، ويتم محاسبة هؤلاء الأشخاص، وبعد ذلك تبدأ ببناء عقد اجتماعي جديد وبناء السلام في سوريا. هذا الشيء اليوم قادرين نعمله بسوريا، لأنه نحن عنا سوابق قضائية جدا هامة على مستوى استخدام الولاية القضائية العالمية في دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا بملف التعذيب الخاص بمحكمة العدل الدولية الخاص بعدم التزام سوريا باتفاقية مناهضة التعذيب.